دراسات تتضمن وتغيرات مستقلة أخرى قد تؤثر في الأداء الوظيفي لدى العاملين في المستشفى الجمهوري بمدينة تعز، مثل النمط القيادي ونظام الحوافز والتمكين الإداري. دراسات مقارنة بين المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة فيما يتعلق بأثر تطبيق إدارة المعرفة في مستوى الأداء الوظيفي من أجل الحصول على نتائج أكثر تفصيلاً وتعميم الفائدة العلمية على القطاع الصحي. الحمد لله رب العالمين على توفيقه، وشكراً لاستماعك. شكراً جزيلاً لطارق. التزامي أيضاً نحن الغرام بعنوان العالمين أيضاً المهمة والحديثة والمطلوبة للدراسات التي تمثلت في هذا الموضوع إدارة المعرفة، وهو ما يضيف أيضاً للمنظمة المبحوثة والمستشفى الجمهوري أيضاً إضافات ما يتعلق بدوره في خدمة المجتمع وتنمية هذه الخدمة، وإن شاء الله تعالى أيضاً تنقل هذه النتائج وهذه التوصيات أيضاً للجهة المبحوثة، وهذا ما اعتمد عليه الدكتور. الرسالة الأولى كانت أيضاً مكان دراسة والمستشفى الجمهوري، والرسالة الثانية التي أزال بين أيدينا أيضاً مكانها المستشفى الجمهوري. المبدأ في ما يتعلق في الملاحظات كما قلت أيضاً أقولها، وأي ملاحظة مطرح لها بالفس تخلص المجهود الباحث. هذا عمل الباحث الذي بين أيدينا هو مجهود خاص به. التزم الباحث إلى حد كبير بالتزامه بالجانب العلمي، التزامه بعناصر البحث العلمي، التزامه أيضا في أسلوب المتبع في أداء مثل هذه الرسائل العلمية وفقا للنظام المتبع الذي أشار إليه الدكتور محمد سلفا. هذه الرسالة هي قريبة جدا من الرسالة السابقة بكثير، أيضا من الإعداد والتنظيم والإدارة الشهرية، تمام، وبالتالي يمكن أن تخفف كثير عن المناقشة الداخلية والمناقشة الخارجية في الملاحظات السابقة، يعني استفاد منها ولا في هذه الرسالة. شكرا للجميع، ورجاء بإخصار الدكتور الكريم لإشراح. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد جد شكري وتقديري لأساتذتنا في المناقشة الأستاذ الدكتور عبد الملك أحمد المعملي رئيس لجنة المناقشة مشرفة علميا، والأستاذ الدكتور محمد عمان محمد عقلان عضو لجنة المناقشة مناقشا داخليا، وكما ايضا اكرر شكري للحاضرين جميعا كل باسمه وصفته ومن اهالي وذوي الباحث، وعلى وجه الخصوص العميد عبد الفرحان، فاهلا وسهلا بالجميع، وايضا العميد عبد الجنوبي، وكما ايضا لوالده المناقش الطالب سامي الشهاري، على وجه التحديد فاهلا وسهلا بالجميع. حقيقه انا أمام رسالتين أستطيع أن أقول أنهما توأمان، الرسالة الأولى والرسالة الثانية في كثير من الجوانب. أولا هي التطبيق المستشفى الجمهوري، ثانيا التغير التابع الأداء الوظيفي، لكن حاولت أن أجد شيء أستطيع من خلاله أن أدخل فيه مدخلا لأنتقد الطالبين خاصة وهو كثر في الأداء الوظيفي. طرحت على الإطار النظري رغم تشابه العناوين الرئيسية، لكن حيثيات أو الموضوعات أو الكلام الذي كتب عن كل عنوان يختلف تماما من حيث الكتابة ومن حيث ماذا المصادر المعتمدة. ففعلا في تميز، وفي أيضا حذر أثناء كتابة الرسائل لأن يحصل ازدواج أثناء الكتابة. أيضا المجتمع العلمي يدل على أنه كان متابع وأخذ هذا الفارق بشكل كبير جدا، أنا أحييه. فعلا تشعر أنه في كل رسالة سواء رسالة عزام أو رسالة سامي لكل باحث شخصيته الخاصة به في استقلالية تامة، رغم جوانب التشابه الكبير الموجودة في الرسالتين، لكنهما حريصا أن يكون لكل واحد منهما استقلاليته شخصيته في كتابة
رسالته أحييهما. ما قلت في رسالة سابقة ينطبق على رسالة ثانية، الباحث كان مرتبط باختيار العنوان، وأحييه أيضا إنه استطاع أن يختار عنوان حديث يكتب فيه من خلال إدارة المعرفة، أيضا استطاع أن يعكس هذا العنوان في مشكلة الدراسة وتساؤلاتها وأهدافها وفرضياتها والنموذج المعرفي. اختار من الأساليب الإحصائية الحديثة للتحليل واختبار الفرضيات كان موفقا في ذلك. أيضا ما يميزه أنه استطاع أن يناقش نتائج الدراسة واستطاع أن يوضح الدراسة السابقة ويأتي بالعزم المناسب بصورة صحيحة، فتجدد شخصية الباحث هنا في الجانب العملي بشكل رائع جدا. أيضا خاصة إلى كتابة الاستنتاجات والتوصيات بصورة صحيحة، الرسالة مبنية بناء علمي صحيح من الناحية المنهجية ومن الناحية الشكلية والفنية. أحيي الباحث وأحيي أيضا مشرفه العلمي. ما يقال الملاحظات هي ملاحظات في الغالب شكلية لا تقلل من قيمة الجهد المبذول والعمل المنجز. صراحة أنا سعيد أمام هاتين الرسالتين، الرسالة الأولى والرسالة الثانية، وفرت علينا كثير من الوقت للقراءة وأيضا طرح الملاحظات. ولا تعلموا أن في كثير من مناقشاتي أبحث من الصفحة لصفحة، لكن صراحة هذا أيضا ما حصل، لكن صراحة كانت مستوى الجودة مات، الطالبان كان يحضر بعض المناقشات وكذا، بالتالي استفاد من الملاحظات التي تطرح وعمل فيها وضعها بعين الاعتبار أثناء إعداد رسالتنا. طيب سنأتي للتفاصيل فقط. الخبير اللغوي أيضا لابد أن يوقع على الصفحة. موقع الورقة معكم خلاص، تفرقها عندما تطبع الرسالة بصورتها النهائية، تفرقها تمام. قائمة المحتوى أيضا تقدم فقط الأهمية، تأتي بعد المشكلة. معك في الأشكال شكلين فقط، وأنا تتمنى أن يكون أكثر معك شكلين زي ما فعل عزام. عزام استطاع أن يوضح اختبار الفرضية الثانية وأحدى الأشكال، وهذا ما كثر من أشكال دراسته، لكنه ما هو موجود يعني عادي، بس ملاحظة شكلية. أيضا ملخص الرسالة تحدد كلمة تطبيق المعرفة وتفي بالمتغيرات الرئيسية المستقل والتابع. في الصف السادس قبل الأخير من الملخص كتبت وجود مستوى جيد جدا من الأداء. المقياس المستخدم في دراستك ليس جيد جدا، مرتفع ولا مرتفع جدا، أو متوسط أو منخفض أو منخفض جدا. تعوض كلمة جيد جدا بكلمة مرتفع وفقا للمقياس المعتمد في صاد معك هنا صاد 55 في الرسالة. طيب المقدمة ممتازة وبني بناء علمي أيضا والتساؤلات كذلك الحال في الأهمية. ننتقل إلى التعليمات الإجرائية في صاد 7. كما قلت وأكرر مرة ثانية يستفيد منها حتى طلبة الدراسة العليا، التعريف الإجرائي هو عبارة عن تعريف مفصل للتعريف النظري ويمثل حدود الدراسة الحالية، ولا يعني التعريف الإجرائي أن أقول فقط كلمة بيئة التطبيق وأضيفها للتعريف النظري أقول تعريف إجرائي، لا. ولذا معك التعريف يا سامي الذي في صف 7 رقم 2 ورقم 3 ورقم 4، أرجو أن تعيد النظر بها، وأنا كتبت لك تعريف توحيد المعرفة. أنت لو نظرت تعريف توحيد المعرفة اللي موجود في صف 7 هو نفسه الموجود في صف 29 نظري، ما عدا أنك أدخلت المستشفى الجمهوري، لكن عقبك الآن توحيد المعرفة إجرائيا كما هو عليه في المستشفى الجمهوري، وقيام المستشفى الجمهوري مدينة تعز تشجيع العاملين فيه وتحفيزهم على توليد الأفكار الإبداعية من خلال عمل جماعي وتشجيع الحوار وحضور الدورات التدريبية والمؤتمر واستخدام طريقة العصب الذهني في حل المشكلات التي واجهها المستشفى. هنا أخص أشعر أنه فعلا توليد المعرفة تحاكي ما هو موجود عليه في المستشفى. كذلك الحاكم التعريف رقم 3 و4 فقط، بقية التعريفات لا غبار عليها. الإطار النظري للأمانة يعني مثل الرسالة السابقة مبني بناء علمي رصين من حيث العناية الرئيسية والعناية الفرعية، التوثيق، حداثة المراجع، التنسيق، أيضا الكتابة بخطوات، مراعاة الخطأ المتعارف عليه، فكان يعني موفق الباحث فيها بدرجة كبيرة. إن كان هناك من ملاحظات فقط اللي في صف 9 الأرقام اللي في كلمة تنين تحذر، وأيضا تلقين بعض العناوين كما ورد في صف 15 و17 و19 و29 ترجع لها في عناوين فرعية تلقينها فقط. أنا سأعطيك التقييم العام للمستوى بعدين أعطيك هذه الورقة تستفيد ماذا منها. طيب
طيب فقط هذا ما كان موجود في الاطار النظري ولا غبار عليه مبني بناء علمي رصين. وما يحسب الباحث ايضا انه استطاع ان يتناول في الاطار النظري ربط بين المتغير المستقل دائره المعرفه وبين الاداء الوظيفي نظريا قبل ان ينطلق الكتاب عنها عمليا تحدث عنها من الناحيه النظريه. وهذا جهد كبير تشعر فعلا ان الباحث الشخصيه موجوده داخل رسالته بشكل كبير جدا. انطلق معي الى النموذج الدراسه، النموذج الدراسه، او قبل ان ننطلق الى النموذج نمشي بالترتيب. يعني